حقيقة في القطاع ديالنا هو حقق أرقام قياسية هذا العام. حتى شهر 9 2022 كنا تقريبا زائد 20%. مع الأسف في هاد الشهرين الأخرانية نقص شوية الطلب، وهذا الشيء أنتم تتعرفوا عنده العلاقة مع المناخ، لأنه الملابس الشتوية ما تبعتش للناس لأنه كان الجو ما تيلائمش من جهة، ومن جهة أخرى القدرة الشرائية اللي نقصت بحكم غلاء الأسعار. هذا الشيء ما تيمنعش بانه كاينه عوده، وكاينه عوده كثيره اللي عندها العلاقه مع الاستقرار اللي في بلادنا، ومع القرب الشريك ديالنا الاقتصادي اللي هو اوروبا. هذا القرب هذا تيمكننا باش نرفعوا من رقم المعاملات معهم، لانه حتى الغلاء النقل سام في هذا الشيء بحكم القرب ديالنا من السوق ديالنا الاوروبيه.